معنا مشاهدينا شبكة مراسلي قناة الفلوجة من بغداد علي عبد الكريم وعلاء الحديدي وعمر العبيدي وكذلك أنس. أنس أبدأ معك، حدثني عن الإجراءات الحالية وخاصة ردود الأفعال بعد المشاكل الفنية التي واجهت صناديق الاقتراع، حدثني أكثر عن ذلك أنس، تفضل. تحية لك زميلي. طبعا الآن هنالك بيان لمفوضية الانتخابات أكدت فيه أن الخلل الذي حصل في بعض محطات الانتخابات يوم أمس في الاقتراع الخاص لن يتكرر في الاقتراع العام، وأكدت أنه أو إذا حدث هذا الخلل فإنه ستكون هنالك عدوى فرز يدوي بواسطة يعني الموظفين الخاصين بمفوضية الانتخابات، هذا قبل قليل من قبل مفوضية الانتخابات. طبعا هنالك إرباك في الشارع البغدادي بعد هذا الخلل الذي حصل في الاقتراع الخاص، خصوصا وأن هنالك يعني قبل عدة أيام من إجراء الانتخابات هنالك يعني ردود فعل إيجابية حول الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات والمشاركة بهذه الانتخابات، خصوصا وأن هنالك يعني النسبة يعني هذه النسبة تختلف عن النسب السابقة في الانتخابات سواء كان لمجالس المحافظات أو حتى لمجلس النواب، يعني 67% هي نسبة عالية جدا، وبالتالي